شو افضل الحسنات؟ افضل الحسنات حسن خلق، اللهم ارزقنا اياه، حسن خلق والصبر عند الابتلاء. الصبر عند الابتلاء. شو اسوأ السيئات؟ اسوأ السيئات هي سوء الخلق واتباع الشح، بخل، لانه قال على السلام لا يجاورني فيها بخيل، لا يجاورني فيها بخيل. والله يمكن تلاقي واحد نص دين نص اعمال، اعمال بسيطة لكن تلاقيه خلقه مع الناس بيكون احسن من اللي بصوم النهار وبقوم الليل، احسن. لكن عنده دين خفيف، لكن عنده شو؟ عنده الاعلى. شو الاعلى؟ شو الاعلى؟ عنده 75%. شو من 75%؟ معاشرات، اخلاق، معاملات، هذول 75%. لكن لو جبت ال 25% صلاة وصوم وحج وعمرة وقراءة قرآن وذكر وكل شيء، ولكن كان عندك سوء الخلق، أنت في غضب الله، أنت في غضب الله. شو قال الرسول عليه السلام؟ لا خير فيها، هي إلى النار، هي إلى النار، هي إلى النار. دير بالك على لسانك يا عبد الله، دير بالك على لسانك يا عبد الله، امسكه. أبو بكر هيك كان يقول، هيك هيك كان يقول. يوم من الأيام كإخلى في حاله، إلا غير شافوه، غير قاعد بيمسك لسانه وبيخلع فيه. لا يا أبو بكر، لا يا خليفة رسول الله، لا يا اللي أفضل رجل بعد الأنبياء، لا يا اللي إيمانك بوازن كل أهل الأرض، لا يا حبيب الله، لا يا المليونير وبيشتاقي له جردة يستر عورته، بيشتاقي له جردة يستر عورته، كله في سبيل الله، كله في طاعة الله. قال آه آه خلصوا. هذا وردني الموارد، هذا بدي يوردني الموارد. امسك لسانك يا عبد الله، اللهم احسن خاتمتنا. آمين. يا اخواني، على السؤال اللي في المسجد خلينا نعلنها. انا صرت واحد صحيح وقال هيك، لكن ما قلت فلان، ما قلت فلان. الرسول عليه السلام شو كان يقول؟ ما بال اقوام، عشان الناس تفهم، ما بال اقوام يفعلون ويفعل. اللي عامل الاشي يعرف حاله ويستغفر يتوب. اما اللي تقول له اذكروا محاسن موتاكم، وين جبت هذه؟ هذه بغير محلها هذه. اما لو قلت ناصر عمل، لو قلت فلان عمل، هذا حرام علي، يمكن الله يسوء خاتمتي كمان. اما ما بال اقوام، والله في هيك يا جماعه، ديروا بالكم يا جماعه. هذا بصحيكم وبصحي نفسي يا اخواني. اسال الله حسن الخاتمه، اسال الله عدم سوء الخاتمه، اسال الله نضحك عند الموت. اللي بذكر الله كثير يا اخواني بموت وبيضحك، وبخش الجنه وهو بيضحك. اللهم اكتبنا عندك من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. اللهم لا تجعل فينا تارك للصلاه، ولا تجعل فينا تارك للجهد. اللي بيحيي الصلاه وبيحيي الحج وبيحيي الايمان، اللهم لا تجعل فينا تارك للجهد يا الله. اللهم لا تجعل فينا مدمن خمر ولا مدمن دخان يا الله. اللهم لا تجعل فينا عياق لوالديه، بهدله. اللهم لا تجعل فينا ديون بعلمش اهل الدين، بهدله. اللهم لا تجعل فينا قاطع للرحم، بهدله والعياذ بالله. اللهم لا تجعل فينا تابع للشيطان، تابع للرحمن يا الله. تفضل ادعي.